وموازاة مع توقيع ممثلي وسائل الإعلام على الميثاق، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بأن الصحافة الوطنية تسجل بصمة تاريخية بمساهمتها في إنجاح العملية الانتخابية، مضيفا بأنها أضحت شريكا هاما يعتمد عليه. الميثاق الذي وضعته السلطة المستقلة للانتخابات كأرضية كسند قانوني لما يتطلبه الرهانات الحالية لمساعدة الجزائر للخروج من الوضع التي هي فيه الآن، ويتطلب تعبئة يعني وتوعية كاملة لكل أفراد هذا الشعب، توعية مسؤولة ليس منحازة ولا مضادة.